يقول السائل: إذا كان إمام الصلاة يقع في أعمال كفرية واضحة، هل يجوز الصلاة خلفه بنية الانفراد، وما الدليل على هذا؟ ما يجوز الصلاة خلف من يعتقد عقيدة تخرجه من الإسلام، كأن يستغيث بالأموات أو يذبح للأولياء والصالحين أو ينذر لهم أو يتبرك بقبورهم، هذا لا يصلح أن يكون إماما، لأنه لا تصح صلاته هو في نفسه، ولا تصح صلاة من خلفه، ولا يصلح أن يكون إماما. الإمام يشترط فيه أن يكون من أهل التوحيد وأهل العقيدة السليمة، حتى إن بعض العلماء أو كثير من العلماء يرى أنه يكون أيضا متجنبا للذنوب التي دون الشرك، يكون عدلا، يشترطون فيه العدالة وهي اجتناب المعاصي، فكيف إذا كان عنده شرك أو عنده عقيدة باطلة؟ هذا لا يصح أن يكون إماماً.